أسباب هذه الصحوة الفرنسية المتأخرة إنجاز التعبير؟ يعني فرنسا فشلت في مشروعها في لبنان، في ناغورني كاراباخ، في رواندا، في ملفات متعددة. هل تحاول التذاكي في الملف السوري والخداع الآن؟ ما الذي يمكن أن تصل إليه؟ هل الرغبة في حل الأزمة أم إعادة تدوير الأزمة وإدارتها؟ الواقع أن أوروبا، معظم الدول الأوروبية وليس فقط فرنسا، تناقش منذ فترة طويلة، بضعة شهور، ما كيف يمكن أن يكون موقفها بالنسبة للانتخابات الرئاسية في سوريا. وبالفعل هو حدث مربك. لماذا؟ لأنه في هذه السنوات أو في هذه الفترة كان يجب أن يكون هناك انتخابات على أسس أخرى، على أسس حددها القرار 2254. وبالتالي إعادة انتخاب بشار الأسد تعني أن الأزمة لا تزال موجودة، ولأنه ليس هناك لا دستور جديد ولا إشراف أممي على الانتخابات ولا إشراك ل نصف الشعب السوري في هذه الانتخابات. هي فقط مجرد خطوة يقوم بها الأسد بضمان من روسيا وبضمان من إيران. سبق للدول الأوروبية أن رفضت أو قالت أنها لم تعد تعترف بشرعية بشار الأسد، لكن بشار الأسد استمر في منصبه وفي سياسته وفي مماطلته بالنسبة إلى أي حل سياسي. لذلك يعني مجرد القيام بهذه الخطوة لن يعطل، بالنسبة إلى فرنسا يعني، لن يعطل مسار الانتخابات، لن يعطل انتخاب بشار الأسد، لكن لابد من أن يكون هناك موقف دولي، والموقف ليس فقط سياسي، لأن نزع الشرعية فقط بمجرد الكلام لم يفد، لكن هناك ولكن أستاذ عبد الوهاب، لماذا هذا الموقف الآن وما أسباب هذا الطرح الفرنسي؟ يعني واضح من يدعم دمشق في هذا الخيار، وهناك 3 سنوات من عمل اللجنة الدستورية وتشكيلها ربما ضاعت ولم يتدخل الجانب الغربي ولا الجانب الأوروبي. يعني هل قدم الغرب والدول الأوروبية مبادرة ربما لحلفاء الحكومة السورية، سواء لروسيا، لإيران، أو حتى الصين؟ هذا الموقف الذي تتخذه فرنسا اليوم هو ما كانت ستتخذه بعد شهر أو بعد بضعة أسابيع، لأنها ترفض الانتخابات بهذا الشكل وترفض الانتخابات في هذه الظروف. وسبق لكل الدول الغربية أن رفضت الانتخابات السابقة 2014، فبالتالي ليس مفاجئا، إنما كان هناك تساؤل عما إذا كانت الدول الغربية ستمرر الانتخابات من دون موقف. لا، لن تمرر الانتخابات من دون موقف. نعم. وبنفس الوقت ستفعل تحقيقات ومحاكمات في سبيل تجريم نظام الأسد بالنسبة إلى استخدام السلاح الكيماوي وغيره من الجرائم التي ارتكبها. نعم أستاذ.